السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا بتاريخ 9/7/2022، 9 يوليو، النهارده السبت. استخاره بالقران الكريم لمجموعه رقم 1 ومجموعه رقم 2. شايفين الحروف قدامكم؟ مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء، مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه الحمراء، مجموعه رقم 1 حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، حرف الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. دي مجموعة رقم ألف. مجموعة رقم اتنين الطاء، الظاء، العين، الغين، الفاء، القاف، كاف، لام، ميم، نون، ه، واو، يا. يلا بينا بقى نشوف استخارتكم. انزلوا باللايك وبالتعليق، انا بقول لكم التاريخ باليوم بالشهر بالسنة علشان مصداقية قناتكم. نركن بقى مجموعة رقم اتنين على جنب دلوقتي، معلش، مجموعة رقم اتنين، ونشوف مجموعة رقم واحد اصحاب الشمعة الزرقاء. عايزين تختاروا باول حرف من اسمكم، مفيش مشكلة، باللون اللي يريحكم. القراءة تنطبق على اللي بيسمعها. نشوف بقى استخارتنا هتقول لنا ايه. بسم الله، سورة الاسراء، مجموعة رقم واحد طلعت لهم سورة الاسراء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، سورة الاسراء بتدل على خروج من السجن، على زيارة حلوة جدا، على الطاقات ايجابية بفضل ربنا. طيب، البعض منكم بيسأل ان احنا معمول لنا سحر ولا لأ. انتوا بالفعل كان معمول لكم سحر تفريق وسحر وقف حال، علشان كده لو انتوا متجوزين دايما في مشاكل ونفور بينكم وبين الشريك، ولو انتوا عزاب دايما مفيش اي علاقة بتكمل. السحر ده معمول من ناس بتكرهكم، من ناس حقودة وغلانية. عندكم حرف الحاء، حرف السين، حرف الراء، حرف الالف، حرف الميم. الحروف دول موجودة في حياتكم، وفي سهم متواصل مع برج الثور وبرج الحمل وبرج الجدي وبرج العذراء. علاقاتكم مع الابراج الترابية ما بتكملش، عشان بس نكونوا صراحة. الابراج الترابية عندكم بتأذيكم. كان عندكم شريك من ابراج من برج الحمل او من الابراج النارية وما كملتش العلاقة، كان دايما في ضغوط ودايما كان في مشاكل سلبية. كمان انتوا هنا قررتوا ان انتوا تنفصلوا، او البعض منكم بيفكر في انفصال، البعض منكم كاره الحياة اللي هو فيها او كاره الضغوط اللي مع الشريك بسبب اللي بيحصل. انتوا ممكن تكونوا بينكم وبين الشريك كارهين المستوى اللي انتوا فيه حاليا بسبب الضغوط، وبسبب انه بتحصلش غير الحاجات السلبية او الحاجات اللي انتوا عمالين تمروا بيها. انتوا فيكم اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين مشاكل او ضغوط بمعنى اصح نفسية، فعايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. فلو انتوا عندكم الشريك ضاغط عليكم، ارموا ورا ظهركم وما تسمعوش كلام اي حد. ليه؟ علشان هتروحوا وهتيجوا مش هتلاقوا غير الضغوط من الشريك. كمان انتوا البعض منكم قفل صفحة العاطفة دي نهائيا، قفلها، قال خلاص انا تعبت من الحياة العاطفية وخدت بما فيه الكفاية، فمش عايز اي حاجة عاطفية تضايقني. وعشان كده عندكم طاقة ايجابية وقررتوا ان انتوا تنجحوا وتشتغلوا على نفسكم. وبالفعل في عندكم خطوبة، عندكم زواج، عندكم ارتباط، عندكم علاقة جدية الفترة اللي جاية، وهتكونوا مبسوطين جدا بالعلاقة دي. انتوا قررتوا ترموا السهم بتاعكم، خلاص درستوا العواقب اللي قدامكم وبتشتغلوا عليها. يعني في عقبة ما زالت موجودة في حياتكم، بس العقبة دي انتوا صابرين عليها. انتوا اذكياء جدا، خلي بالكم الذكاء بتاعكم ذكاء خارقي، بيعرفكم الاشخاص اللي حواليكم من غير ما حتى تفتحوا بقكم. كمان عندكم شويه امور حلوه مع الشريك، لقاء حلو مع الشريك، في كلام عاطفي هيتقال حلو، والزعل اللي جواك هيبقى فيه طبطبه. في ست هتيجي تصالحك او هتصالحكم وهتراضيكم الفتره اللي جايه. كمان انتوا شخصيتكم محبوبة جدا، بس حساسين زيادة عن اللزوم. يعني الحساسية بتاعتكم بتزعلكم او بتخليكم تاخدوا كل حاجة بحساسية. في حاجة عملتوها وندمانين عليها، غلطة غلطتوها ومازال ندمانين عليها بشكل كبير جدا. خلوا بالكم البعض منكم عنده نغزة بتجيله في جسمه، النغزة دي مش طبيعية، وفي شوية اعراض كده او شوية مشاكل في صحتكم، تعب نفسي من غير اي سبب. 99% منكم قافل على نفسه الباب ليل ونهار وداخل في مرحلة عزلة، وفقدت املك في حاجات كتيرة جدا، وده خطأ.
انت ما كنتش كده، انت كنت بتعافر ودايما بتظهر القوة، بس الحالة النفسية بتاعتك دلوقتي ساكت وما بتتكلمش، واي حد بيكلمك ممكن تعمل له بلوك. 99% اغلبكم تليفونه صامت طول الوقت ومش عايز يتواصل مع حد، حتى على السوشيال ميديا ما بقيش عايز يتواصل، ممكن كمان تكون قافل النت عن التليفون، مش عايز تتواصل، مش حابب ان انت تدخل في كلام مع اي حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي انت عشته. فالفترة دي انت اي حد بيكلمك خلاص بتسكت، ما بتردش، ما بقتش زي الاول، لدرجة ان في ناس كتيرة جدا بقت تعاتبك وزعلانة منك ان انت ما بتسألش. بس انت اللي انت عمال تمر بيه محدش حاسس بيه، فانت ساكت وما بقتش تتكلم، بتقول خلاص انا مهما احكي لكم محدش بيصدقني. كمان انتوا عشاق القهوة، عشاق الهدوء التاما، وعشان كده دايما قعداتكم كلها بتكون لطيفة، ودايما بيحبوا ييجوا يقعدوا معاكم. كمان انتوا اصبحتوا ما بتعاتبوش الفترة دي، ما بقيتوش تعاتبوا، يعني انتوا ممكن تكونوا سمعتوا كلام ما بقيتوش عايزين تعاتبوا ولا عايزين حتى تتكلموا في اي حاجة، وعشان كده داخلين في راحة نفسية. بس في تعبان مقرب ليكم بيظهر دايما ان هو بيحبكم، بس هو عبارة عن افعى وعبارة عن حاجة سامة عمالة تأذي فيكم وتراقب فيكم وبتتكلم عليكم بقدر المستطاع بأي طريقة. ده كله من الغيرة والحقد والغل اللي في عيونهم اتجاهكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم تنظيم وقت، تنظيم أمور، تنظيم حاجات جديدة، انتوا عشاق للسفر، عشاق للراحة، اي حاجة تديكم راحة نفسية، وعشان كده عندكم رحلة او سفر مفاجئ. بس في خطيئة زي ما قلت لكم انتوا ندمانين عليها، ودايما عندكم تأنيب الضمير، بتأنبوا ضميركم حتى لو في حاجة انتوا ما عملتوهاش، تأنيب الضمير كده بتأنبوا وبتزعلوا على اتفه الامور، وانتوا في حاجات فعلا ما عملتوهاش، انتوا اتظلمتوا من ناس كتيرة جدا في حياتكم، ناس يعني اتكلمت عليكم، بس انتوا اقوياء، ومهما بتتهزوا او مهما بتقعوا بتقوموا اقوى من الاول، وده اللي باين لكم قوي، باين لكم العالم بتاعكم منصور ودايما رافعين قمة الازدهار بتاعتكم. بس زي ما قلت لكم الحالة الصحية بتاعتكم تعبانة، الحالة المزاجية عندكم فيها توتر وفيها حيرة، رغم ان انتوا بتمروا بظروف قاسية، بس التفكير بتاعكم مغالب كل حاجة عندكم، والبومة اللي عمالة تراقب فيكم في صمت ربكم هياخد لكم حقكم منها الفترة اللي جاية. بومة هي فعلا ينطبق عليها كلمة بومة، قاعدة ومرصودة ان هي تفكر في الأذى بتاعكم. انتوا مهووسين بحد، لإما في حد مهووس بيكم، في علاقة حب بتربطكم بينكم وبين حد بطريقة كبيرة جدا، يعني علاقة كده مش عارفين تتخلصوا منها، لا اما انتوا بتحبوا حد لا اما حد بيحبكم، في حب عندكم واصل لدرجة انه ولا هو قادر يستغنى عنكم او انتوا مش قادرين تستغنوا عنه. البعض منكم بيشتغل على نفسه الفترة دي حرفيا، اي نعم انتوا بتمر بأزمة، أزمة صعبة شوية، بس دايما بتحمدوا ربنا وبتقول الحمد لله على كل حاجة، احنا اكيد ربنا كاتب لنا الخير، اكيد ربنا عارف اللي احنا بنمر بيه الايام دي. الافعى الصغيرة دي دخلت بيتكم من كام يوم واتكلمت عليكم لما خرجت، خدوا حذركم منها، الموجة اللي انتوا فيها دي سببها الضغط النفسي، انتوا ضاغطين على نفسكم وعمالين تساعدوا ناس ما تستاهلش المساعدة، خلوا بالكم من النقطة دي. والشخص اللي انتوا وثقتوا فيه وقلتوا عليه ده مستحيل يخون، ما جالكمش غير الخيانة منه. انتوا حاليا عندكم حيرة ما بين شخصين او بين قرارين او بين موضوعين، في حاجتين انتوا حيرانين فيهم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تستخيروا ربنا، او قررتوا ان انتوا تتكلموا مع حد وتحاولوا ان انتوا تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم. انتوا عندكم حاجات غريبة بتحصل معاكم ولحد الان مش عارفين تفسروها، ففي احداث حلوة الفترة اللي جاية هتبشركم بخير او هتبشركم بطاقة ايجابية. وكمان انتوا هتتفاجئوا
انه في حد هيقف معاكم وهيساعدكم وانتم ما كنتوش متوقعين ان الشخص ده فعلا هو اللي يساعدكم ويقف معاكم. ممكن انتوا بتكونوا بتفكروا في ماديات، بتفكروا في حالكم المادي، بتفكروا تخرجوا من اللي انتوا فيه، بتفكروا تعملوا حاجات جديدة وحاجات مختلفة، بس ربنا الفترة اللي جاية دي هيبشركم بحاجات جديدة. في كمان قعدة صلح او قعدة عتاب مع حد، انتوا هتتعاتبوا او هو هيتعاتب، في عتاب عندكم وفي شوية امور، بس هيبقى في صلح. الصلح ده هيكون تبشيرة ليكم او خبر ليكم مفرح الله اعلم، او طاقة ايجابية بمعنى اصح. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تفرحوا، قررتوا ان انتوا تسعدوا نفسكم، وعلشان كده طاقتكم دايما عالية ومفتوحة، وفي امور هتتجدد عندكم الفترة اللي جاية. كمان على جميع التواصل بتاعك هيكون في لقاء انتوا مش هتحضروا له خالص، بس في شوية قلق. القلق ده واضح جدا على ملامحكم، الملامح بتاعتكم دبلانة شوية، خلوا بالكم من النقطة دي، وبلاش التفكير في اي حاجة انتوا ما تعلموا، محدش يعلم الغيب الا الله، فبلاش تفكروا في المستقبل، عشان انتوا طول ما انتوا بتفكروا في المستقبل هتلاقوا نفسكم تعبانين. اي نعم انتوا اتغيرتوا كتير الفترة دي في حاجات، بتبعدوا عن اي حاجة سلبية، بتبعدوا عن خوف، بتبعدوا عن قلق، بس نفسيتكم مضغوطة، انتوا اللي ضاغطين على نفسكم. عندكم شراء، بعض منكم عايز يشتري حاجة معينة في باله. كمان انتوا هنا مقدمين على شغل، مقدمين على وظيفة، حاولوا تحصنوا نفسكم اول باول، دي نصيحتي ليكم. عندكم وثيقة هتمضيها الفترة اللي جاية، بس دايما التحصين يا جدعان، حصنوا نفسكم باي طريقة، علشان انتوا بتفكروا تشتروا حاجات جديدة، تفكروا تجددوا، وهيبقى عندكم نقلة جديدة، في نقلة انتوا مستنيينها، وفي ورق سفر. عندكم حد كده ماشي في طريق مش كويس، حد عزيز على قلبكم، الحد اللي ماشي في طريق مش كويس ده انتوا زعلانين عليه وبتقولوا له الطريق اللي انت ماشي فيه غلط، بس هو ولا سامع كلامكم ولا مديكم اي اهتمام، وانتوا ساكتين وعمالين تتكلموا معاه، بس هو مش ولا حتى معبركم. فعشان كده انتوا فوضوا امركم لله، وحاولوا تكتموا على خصوصياتكم وتداروا شوية، وترموا ورا ظهركم، وما تستنوش حاجة من حد. الأفاعي كتيرة جدا في حياتكم، وهم من الأصدقاء، واحدة صديقة كانت عاملة حبيبة كانت دايما بتأذيكم. في بلوك هيتفك عندكم مع حد من أبراج ترابية، البلوك ده هيتفك وهتاخدوا قرار حاسم انتوا، وهتغيروا من نفسكم. انتوا خلاص قررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، فطول ما انتوا قررتوا ارموا ورا ظهركم اي حاجة سلبية. انتوا هنا عندكم ضغوط، وفي نفس الوقت عندكم طاقة ايجابية، الفرج في حياتكم حلو جدا جدا، الطاقات اللي عندكم دي هتتوزع عليكم بشكل ايجابي. خلوا بالكم طاقتكم دايما فيها امور تجديد، وفيها خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من أزمة، خروج من حاجة سلبية عاملة لكم كذا مشكلة، أو عاملة لكم عراقيل معينة. رغم الخنقة والضيقة اللي عندكم، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة وطاقات جديدة، التجديد عندكم مفتوح، باب الأمان مفتوح قدامكم، فخدوا بالكم من أي مشكلة سلبية أو من أي ضيق. بعض منكم بيجهز لفرحه، البعض منكم عنده جهاز ليه هو، البعض منكم بيشتغل، البعض منكم بيعافر، البعض منكم بيجدد في تجديد نفسه. شوفوا انتوا بتجددوا في ايه الفترة دي، فالفترة دي هي فترتكم، فلازم تثبتوا وجودكم، ولازم تشتغلوا على نفسكم، ولازم تشوفوا ايه اللي ناقصكم وتكملوه، وما تسمعوش كلام حد خالص. ليه؟ علشان اللي حواليكم متربطين بس ان هم يأذوكم، انتوا ما تعرفوش الناس اللي حواليكم ممكن تكون بترتب لكم ايه، او عايزه تأذيكم ازاي. فعشان فرحتكم تكمل لازم تكتموا، لازم تداروا، ولازم تخبوا على قدر المستطاع، تخبوا علشان طول ما انتوا بتخبوا طول ما انتوا هيكون عندكم تفاؤل وحب جديد وطاقة ايجابية. اما طول ما انتوا بتتكلموا هتلاقوش غير الصراع والألم والوجع والمشاكل السلبية. في هنا ارتباط ورسم علاقة جديدة،
وفي بداية جديدة في حياتكم المادية، وهيبقى في فرج وطاقة كده مختلفة. حتى انتوا هتحسوا كده، انتوا بتقولوا ايه ده، ايه اللي بيحصل، طاقتنا منها مفتوحة وجميلة كده. هتكونوا مبسوطين جدا باللي هيحصل لكم الفترة اللي جاية، علشان في تجديد، في طاقة، في امور هتستجد عندكم. انتوا هنا قربتوا من طريق الامان، انتوا خلاص طلعتوا السلم، مش لسه هتطلعوا، انتوا طلعتوا، بس فاضل لكم خطوتين، فاضل لكم يومين، فاضل لكم اسبوعين، فاضل لكم حاجتين وهتطلعوا وهتوصلوا. وفي ازدهار حلو، انتوا هتكونوا مع اكتمال القمر الفترة اللي جاية. فانتوا قدامكم باب، والباب ده انتوا هيكون باب سعادة ليكم، عندكم حماس وقوة، ونجمكم هيكون عالي، ومن ورا النجم العالي ده هيبقى فيه تطورات جميلة وفرصة حلوة ان انتوا تخلصوا الورقة او النقلة، او تشوفوا عايزين تشتغلوا على ايه. ممكن كمان يكون عندكم تجارة هتنجح، عندكم مشتريات هتبيعوا وتشتروا فيها، او مجال ليكم هيبقى صالح، هيبقى طاقة تانية مختلفة. دايما ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب، فخدوا بالكم وخلوكم متحمسين، وخدوا بالكم وكونوا متألقين في أموركم وفي تجديد حياتكم، وما تسمعوش أبدا كلام حد. انتم مميزين جدا ان انتم بتدخلوا قلوب الناس بسرعة، من البراءة، من خفة دمكم، من طيبة قلبكم. فعشان كده عندكم خطوبة أو خطوة جديدة هتخطوها بعتبة جديدة، والعتبة دي هتكون فتحة خير ليكم بإذن الله. كمان عودة غايب، عودة رجوع لحد هيرجع لكم وهيتكلم، وانتوا هتقفلوا الوش. انتوا اصلا طول ما خدتوا قرار ان انتوا تنسوا، بتنسوا من غير ما تفتحوا الموضوع تاني، وده بالفعل باين عليكم، بس ما بيهونش عليكم العشرة، يعني بتحبوا العشرة جدا، بس بسبب الوجع اللي بيقولكم والتوتر اغلبكم رجليه واجعينه، اغلبكم في شوية وجع في حاجات كتيرة جدا في حياته. فانتوا عايزين تجددوا، عايزين تحاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم شوية احلام بتتكرر معاكم بخصوص الشيء اللي في خيالكم واللي انتوا دايما بتسرحوا فيه ودايما بتفكروا فيه. وانا دايما اقول لكم بلاش التفكير السلبي، وبلاش السرحان على اتفه الاسباب او على اتفه الامور. عندكم حاجة بتحاولوا تخفوها او بتحاولوا تداروها، الحاجة دي انتوا مسببه لكم ازمة، لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه وما تبصوش للي وراكم. انتوا هنا في باب هتبحثوا عنه، والباب ده هيكون خير وهيكون طاقة ايجابية، والالوان اللي انتوا بتحبوها انزلوا وهاتوا حاجة جديدة. انتوا محسودين على حاجات مش فيكم، يعني ممكن تكونوا محسودين على حاجة انتوا مالكمش ذنب فيها او ليكم اي حاجة فيها، بس محسودين، محسودين من اللي حواليكم، محسودين من الناس اللي مقربة ليكم، محسودين من اشخاص مش حابالكم ابدا الخير، دايما يتكلموا عليكم فخلاص. وكمان اللي انتوا مصدومين فيه قوي ان كان في شخص تربطكم بيه علاقة قوية، او شخص كنتوا بتحبوه قوي، الشخص ده توفى فجأة من غير اي مقدمات، من غير اي تعب، او من غير اي ما كنتوش محطين في بالكم. طبعا ده حاجة بتاعت ربنا، بس انتوا اتصدمتوا عشان الشخص ده كان عزيز على قلبكم وانتوا كنتوا بتحبوه قوي. فربك الفترة اللي جاية هيفرج همك وييسر امرك وهيكرمك من حيث لا تحتسب، بس بلاش تشغلوا بالكم بالتفكير السلبي، وبلاش الضغوط النفسية اللي انتوا تعبانين فيها، وبلاش الضغوط اللي مسببة لكم وجع ومسببة لكم حيرة. انتوا عندكم تجديد علاقات، تجديد ارتباط، تجديد امور بالكم مشغول بيها. واقدر ابشركم ان انتوا الفترة اللي جاية هتحصدوا اللي انتوا زرعتوه في الفترة اللي فاتت دي كلها. انتوا قدمتوا وفرشتوا وجيتوا وعملتوا، فحان وقت ان انتوا تبصوا لنفسكم شوية، وما تفضلوش على الفاضي على الملان تضغطوا في نفسكم. محدش حاسس بيكم، محدش مقدر اللي انتوا بتعملوه، وطول ما محدش مقدر يبقى ما تجوش، ما تدفعوش انتوا الكوتة عشان اجل ناس طمعانة فيكم. وركزوا كويس جدا في كلامي.
في بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون حلوة لأنها بتدل على الخير، بتدل على الثقة بنفس، بتدل على جميع الأوضاع اللي عندكم. بس أنتم مترددين وخايفين من فترة كلها إرهاق، كلها تعب، عندكم تحرير من علاقة، تحرير من قيود، تحرير من شخص حاسين قد إيه إن هو بينافق فيكم وبيلعب على جميع الأطراف. الشخص ده فعلا هو كذاب وبيلعب على جميع الأطراف، وأنتم عندكم إحساس بكده، بس أنتم مش عارفين تتعاملوا معاه إزاي. حاولوا تستعيدوا ثقتكم بنفسكم وتجروا على الحاجة اللي بتفرحكم مش تفرح الآخرين. ممكن يكون البعض منكم عنده زيارة عائلية، عنده قعدة عائلية، لأنه هيكون في تحسن مع أضواء العيلة. كمان في ناس أنتم تعاملتوا معاهم أذتكم قوي، وده اللي بهين لكم إن هم كانوا ناس غلط في حياتكم، لكن كده هيكون عندكم وجع وعندكم أمور هتستجد، في طريق جديد بيظهر قدامكم وخطوط حلوة جديدة في انتظاركم، لأن في لقاء حلو أو مقابلة حلوة أو تغيرات جذرية. في ناس غالية عليكم هيكونوا السبب في إنقاذكم من مشاكل، من حاجة بتتعرضوا لها، من حاجات سلبية. البعض منكم عنده كوابيس بيحلم بيها حاليا، عنده أحلام مزعجة، عنده حاجات بتتكرر معاه، عنده حسد شديد واقع عليه. الفترة دي هي من أكتر الفترات اللي فيه وجع في الجسم، بس ما تزعلوش خالص، لأن هيكون عندكم نصر على أعداء أو نصر على حد بيكسر في قلبكم. في خبر متعلق بيكم هيوصل لكم عن طريق شخص غايب عنكم بقاله مدة، غايب عنكم، مفيش استقرار بينكم، هيبقى في كلام بينكم وانتم منتظرين حاجة جديدة في حياتكم تحسن جميع الأوضاع بتاعتكم. انتوا حاليا ثابتين على رأيكم، وثابتين على شخصيتكم، وثابتين على المبدأ بتاعكم. بلاش تفقدوا الثقة في نفسكم، لان في امور هتستجد عندكم وفي خير، بس حالة التشتت اللي عندكم وان في شخص عندكم مش كويس عايز يشمت فيكم او مستني الشماتة فيكم، ان شاء الله بإذن الله عمر ما ربنا هيكتب لكم ان هو يشمت فيكم، لان هو فعلا مش كويس وبيحاول يأذي فيكم. انتوا بدأتوا تحطوا ناس في كفة وناس في كفة، وبدأتوا تاخدوا القرار الصح حاليا. يعني انتوا فكرتوا كتير، اي نعم انتوا يعني بتعندوا، اي نعم متسرعين، اي نعم متعصبين، بس الفترة دي هتاخدوا القرار الصح، والقرار ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا في حياتكم. البعض منكم هنا بسم الله ما شاء الله عليه هيبقى في نجاح من بعد فشل. انت ممكن تكونوا فشلتوا كتير في علاقة عاطفية، في علاقة مادية، الله اعلم، لكن الوضع بتاعكم هيكون مريح جدا، والخوف اللي عندكم ده هترتاحوا منه. انتوا ممكن حاليا بسم الله ما شاء الله عليكم التغيير اللي عندكم هيكون طاقة جديدة واستقرار نفسي، فبلاش القلق، بلاش الحيرة، بلاش الخوف من بكرة، ارموا همومكم ورا ظهركم. انتوا في حد معارض لحياتكم، في حد بيأذي فيكم، في حد بيغزلكم، في حد عارق عايز يكسركم، الله اعلم. عندكم امور تخص اطفال مفتوحة، امور تخص اولاد بعاد عنكم، او انتوا عندكم اولاد مستنيينهم، الله اعلم. الفترة دي لو فترة تعب فهي هتحل منكم باذن الله، بس عايزاكم تخلوا بالكم من تعبان بوشين بيدور ويلف حواليكم. في حب جديد، في شخص جديد هيدخل حياتكم، في حد هيعرف يحتويكم وهيمر معاكم الايام الصعبة، لانه هيكون الشخص ده حاجة من عند ربنا، فانتوا ما تقلقوش خالص. في طاقة كبيرة عليكم هتتوزع الفترة دي. انتوا بدأتوا يعني ما تخافوش من اي حاجة زي الاول، اني بدأتوا تقولوا اللي ربنا كتبه هو اللي هنشوفه، وعشان كده التحسن اللي قدامك مفتوح، والاخبار الحلوة قدامك بإذن الله. في فرحة ببيتك، في حاجة جديدة ببيتك، والست اللي عاوزة تأذيكم دي بأي طريقة وبأي شكل، الست دي من المقربين ليكم، من اللي بتعرف أسراركم. الحسد ما بيجيلكمش من بعيد، الحسد بيجيلكم من أرض بيتكم، من الناس اللي عارفة كل حاجة في حياتكم. في احداث هتبشركم بشراء حاجة جديدة، او بحاجة طال انتظارها في حياتكم، او بحاجة انتوا بقالكم مدة مستنيينها، بقالكم مدة مشتاقين لها، بقالكم مدة بتحوشولها لان توصلوا للهدف بتاعها. في حد عندكم تعبان، والحد اللي تعبان ده مش واخد راحته، مش عارف ياخد راحته، او ممكن يكون في خنقة وفي ضيقة، او في تعب نفسي، في تعب جسدي، الله اعلم، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيكون كريم عليه وهيشفيه من عنده الفترة اللي جاية، لان هو تألم كتير او في خنقة او في ضيق او مسجون او مريض، الله اعلم، او هو بيمر حاليا بفترة يأس وظلم واحباط، وعشان كده قريب جدا ربنا هيفك كربه وهيسر امره، علشان في ستة عمالة تدعيله، او في حد قلبه بيتقطع على الناس دي.
كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين. مجموعة رقم واحد انتوا عندكم سورة الإسراء وطلع لكم سورة الكهف وراها، فخلوا بالكم من نفسكم الفترة اللي جاية. يلا بينا مجموعة رقم اتنين، احضروا معايا عشان بإذن الله تكون برضو قراءتكم جميلة وكلها فرح وهنا وسعادة. مجموعة رقم اتنين، شايفين حروفكم اهي قدام عينيكم والشمعة بتاعتكم، هنشوف استخارتنا هتقول لنا ايه بإذن الله. سورة الفتح، بسم الله ما شاء الله عليكم، ده بتدل على التغيرات وان انتوا داخلين بداية جديدة او عندكم فرحة طال انتظارها او عندكم تغيير، عندكم فتح الحاجات كتيرة جدا ان شاء الله بإذن الله. اعلنتوا حربكم، اعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، في لإما في حرب لإما في مواجهة لإما في حاجة هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من اجل الاخرين، انتوا هتوصلوا لحلمكم بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الاخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة بتطلعوها من جيبكم، ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم، ميزتكم دي جميلة وعشان كده دايما محسودين، فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الأشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانة وبترضى بأقل حاجة، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا بقليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم، فشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرة او سعادة لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم بإذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال أفضل. البعض منكم بيشتكي أو البعض منكم رايح للدكتور عنده وجع أسنان، وجع في المعدة، ألم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع بس بإذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديقة أو من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه أو خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة، بلاش العصبية الزايدة عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها، اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية، علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من اول من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك بإذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص، ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية بإذن الله هتنجح، واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح بإذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك،
وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الأول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك أو عايز يتعبك، انت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف ان الشخص ده مش حابب لك الخير، رغم ان نفسيتك تحت الصفر، ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الأصعد، انت هتكون متفوق عليهم. الضغوط الكتيرة اللي عليك دي نهايتها فراق. في هنا صلح في قعدة أو في لقاء، عندك 2 بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية، ومأثرين عليكم في ضغوط. محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك، رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت يخرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا بأي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت، يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار. في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، واحلامكم خايفين منها، رغم ان عندكم لقاء حلو، وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة إيجابية، اللقاء ده هيكون حلو قوي، أو هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا أملكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده. يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسك والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف، وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك. اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين 2 او ما بين حد، ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرج، رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم ما بين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة. انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم، او انتوا متعلقين بحد، والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلو. في تقديم على طلب، او تقديم على وظيفة، او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الألف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي. في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم، انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده، والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من ابراج نارية، وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة،
والشخص اللي كسرك وظلمك اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد ايه حكم ربنا عليك كبيرة. انت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق، رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة او على حد اتفاجئت بعدانه عنك. خليك سكت، خلاك خلاص، وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيه، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك والوجع اللي انت مش قادر تستحمله. طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحان الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح، في حد وقعكم في خطيئة كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين، او مش عارفين تلاقوها، في بلوك بينك وما بين برج العقرب هيتفك الفترة دي وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة، والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده وهتشوفوا وهتتفرجوا، انتوا بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة، اتحطيتوا في موضوع والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم، بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو، وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم هنا في طاقة تانية مختلفة، الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى امور تجديد، او هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم او لحياتكم بشكل كبير او بشكل ايجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق وهيبقى فيه نجاح، انتوا مزدهرين بافعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين، هتقسموا لإما علاقة لإما تقسموا امور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار او طريق نجاح عندكم. طيب قولولي بقى الألم اللي بتحسوه، او انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الألم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب ألم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانه اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فتره
فيها تقلب المزاج الفترة دي، مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. أجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئة، دايما عيونكم جميلة، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجة. اشخاص مميزين بحاجات كتيرة جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزة عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغه، وعشان كده انت محتاج صبر الفترة دي، ومحتاج تغيير. وممكن كمان البعض منكم بأي طريقة عايز يسافر حتى يغير جو. بصوا هنا، بسم الله كمان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تفاؤل حلو بسبب الفلوس اللي جايه لك، اللي هتعمل بيها كذا حاجه من بعد الضيق والخنقه. خليكم زي ما انتوا اقوياء، وما تسمعوش كلام اي حد في حياتكم. ولو حد بيتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك، ارمي ورا ظهرك وما تستناش حاجه من حد. عندك جمال في حياتك وتمييز حلو، هتكون مميز، وهتكون في دخول لاشخاص هيدعموك وهيقفوا في حاجات كتيرة جدا تخص نجاحك. انتوا دايما معرضين للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب حبكم الزايد للاشخاص المقربين عندكم، بس دايما اقول ما تيجوش على نفسكم من اجل اشخاص ما تستاهلش محبتكم ولا طاقتكم. اللي عندكم الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم دي ضغوط نفسية، فلازم تركزوا على تحقيق الهدف، وتركزوا على الطاقة الايجابية اللي حد بيوزعها عليكم. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم 2. يا رب السعادة والهنا تكون في حياتكم الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل، وانزلوا باللايك والتعليق الجميل.